السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف نموذج على شغلي على الداينامو. من مانيش هقول له داينامو ده نوع من الفيجوال بروجرامينج. فانا هقول له دلوقتي نيو. خلي بالك هو دلوقتي مفتوح ان هو يشتغل على بروجكت 1، مفهوش اي مشاكل خالص، مش معترض. طيب لو رحت لبروجكت 2 هيقول لي خلي بالك الداينامو مش متخطط ان هو يشتغل على المشروع دوت، فهو لازم يكون شغال على مشروع واحد. قال لك داينامو از ناو افيلبل. فلو انا فاتح اكتر مشروع هو بيشتغل على واحد فيهم. ممكن تسيف الشغل بتاعك وتفتح المشروع التاني وتقول له اعمل رن للمشروع دوت. طيب خلينا في المشروع الاولاني. هقول له ان انا عايز ارسم بوينت باي كوردينيتس اهيت. طيب وهقول له عايزين نجرب بقى موضوع الصن والكوزاين والحاجات دي، الجاوجات والحاجات دي كلها. طيب انا عايز ابدا اديله اكس واي وزد. فممكن تقول له ان انا عايز نمبر بحيث ان انت تقدر تديله اكس وواي وزد، وممكن تديهم له على هيئة رقم مثلا 5، فتلاقي النقطة بتاعتك اتحركت في الاكس وفي الواي وفي الزد في نفس الوقت. طيب ممكن اقول له رينج، يعني بديله الستارت والاند والبوينت اهوت. هقول له مثلا يبدا لي ابدا برقم 0، والنمبر ديت ممكن اخدها اكتر من مره واقول له ده مثلا 1، اخلي ده الاند مثلا 12، وهنخلي الستيب تحت 1 بالشكل دوت. فلما تيجي تبص هنا هيقول لك ان انت عندك اكتر من رقم، فهقول له خلي ده في الاكس. هو هنا الواي والزد هو مصير ده بزيرو وزيرو، بس هنا الاكس خد الارقام من الزيرو لحد ال 12 بمعدل رقم 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 رقم، فظهر عندي الارقام دي كلها. طيب انا ممكن اقول له ان انا عايز اعمل الجاه الصن بالشكل دوت. فانا اقول له خد الانجل ديت ويخلي دي الواي بتاعتك. فهتلاحظ ان في حركه، بس حركه بسيطه جدا. تمام. فانا ممكن اقول له طب انا عايزها مثلا تعمل لي علامه الضرب مثلا هي، والرقم ده هضربه في 10. عشان يظهر معايا فرق، لان هو في فرق معرفش حسيته بيه ولا لا. طيب هقول له ان انا عايز الرقم دوت ورقم السن ده ياخد يجي هنا ويجي في الواي، فتلاقيه يبدا يتحرك معايا بالشكل دوت. طيب لو قلت له 15 يبدا يتحرك معايا بالشكل دوت. طب 20 وهكذا. فتقدر تشوف السن وتشوف الكوزاين او نفس الفكرة. وخلينا مثلا نعملها في الزد مثلا، تمام، فتلاقي انها اتغيرت معايا. طيب لو قلنا له بقى احنا عايزين برضو نضربها في نمبر، ده هيجي هنا مثلا وده اللي هيبقى موجود في الزد، فتلاقيها اتغيرت معاك بشكل واضح اكتر من الاول. هتقدر تستخدم الجا والجتا والظابط والحاجات دي كلها في قلب العمليات بتاعتك بحيث ان انت ترسم شكل مختلف. تمام. ممكن برضه تزود علامه زائد مثلا، مش لازم ضرب. فممكن مثلا اقول له ان انا عايز علامه الزائد. خلينا اجي هنا مثلا واقول له قبل ما تروح للصن اهي دخلها لي هنا، تمام، والرقم اللي هيجي من هنا هو اللي هيدخل في الصن. فيقول لي في مشكله ان الجمع لازم يجمع رقمين مع بعض، فاقول له خد الرقم دوت اجمعه معايا.
هتلاقي الشكل اختلف زي ما انت شايف. ابص على كتب. طيب خلينا مثلا نخلي الزد بزيرو نشيل كده والواي بزيرو هتلاقي ده الاكس بس. طيب انا عايز الـ هنا اهوت ده يبقى هنا في الواي او خليه هنا في الاكس. هيبدأ يظهر معاك الارقام بالشكل دوت. تعال نعمل زوم. طيب خلينا نظهر الرينج اهوت ده خد الرقم بتاع الماس وهكذا ويدخله في الاكس او يدخله في الواي او يدخله في الزد. فيبدأ تظهر معاك الارقام بالشكل دوت. لو انت حابب تشوف الارقام دي بنفسك فممكن تيجي هنا وتبدأ تشوف الارقام بتزيد ازاي في كل واحدة فيهم.